أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 9 أغسطس. عام 1945 الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية ثانية على اليابان، وهذه المرة على مدينة ناغازاكي التي تحولت إلى رماد وقتل أكثر من 70,000 شخص. عام 1974 جيرالد فورد يؤدي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 38 للولايات المتحدة بعد استقالة ريتشارد نيكسون. عام 2000 الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز يقوم بأول زيارة إلى العراق منذ غزو العراق للكويت في عام 1990. عام 2008 طائرة حربية روسية تسقط قنبلة على مبنى سكني في بلدة غوري جورجيا. أخيراً عام 2014 مقتل المراهق الأسود مايكل براون برصاص الشرطة بولاية ميسوري، ما أثار موجة احتجاجات واضطرابات طويلة.